السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. حسن مفيش حاجة يا حسن. معذرة الحجاير بس نسينا إن شاء الله. ثواني بإذن الله. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، الله يحفظكم. بارك الله فيك يا أخ أيمن السطوحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا ليه أسأل، ليه أخذ فتوى طلاق معلق، ليه أخذ فتوى التيمية وما أخذش فتوى مذاهب الأربعة يعني؟ والله يا أخي الكريم إحنا مطالبون بالأخذ بالدليل، بالأخذ بالدليل ثم النظر إلى أحوال الناس. أحوال الناس في مصر أكثر من يعلقون الطلاق أكثرهم لا يريدون الطلاق حقيقة، إنما يريدون التهديد أو الحث على فعل شيء. هذا والله أعلم. دليل أولا، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، بارك الله فيك يا ابنتنا هاجر وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل على حكم الطلاق المعلق المذاهب الأربعة وغير المذاهب. أجابنا لسه الآن، الآن لسه مجاوب على هذا الباب. الآن الطلاق المعلق ليس فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صريح، بل الأقرب إلى الصراحة قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فرد الأمر إلى الزوج: تعالينا. ثانيا، ما حدث على عهد الصحابة أن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء جاءت إلى حفصة وقالت: يا أم المؤمنين، إني قلت لفلان، إني قلت كل مالي في رتاج الكعبة، يعني في باب الكعبة، وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان زوجته. فقالت حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك. فانتقلت المرأة إلى ابن عمر قال لها: افتتك أم المؤمنين حفصة، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى زيد بن ثابت أو حذيفة واحد منهم قال: أهروت وماروت أنت، اتق الله وكفري عن يمينك. ذهبت إلى الصحابي الرابع زيد أو حذيفة قال: أهرو من نحاس أنت أم من حديد أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فاعتبروها يمينا، اعتبروها
يمينا. فهم الكلام؟ أفهم. وعموم المصريين، عموم المصريين على أن طلاقهم المعلق إنما هو للتهديد، فلهذا الاعتبار ولما ذكر ولعدم وجود دليل صحيح صريح في وقوع الطلاق المعلق بقينا مع الأصل، كما أن الزواج حصل بعقدة وثيقة لا ينفك إلا بعقدة وثيقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. طيب معلش حضرتك، بس ممكن تسمعني في حاجة كنت عايز أشير حضرتك فيها. دلوقتي أنا والدي بيسأل، هو كان من زمان من حوالي 40 50 سنة كده كان واخد شقة إيجار قديم لوالدته وإخواته وكده، بعد كده كلهم اتجوزوا. حضرتك معايا يا شيخ؟ معاكي. وكلهم اتجوزوا والشقة فاضيه. فدلوقتي في اخ لي انفصل عن زوجته ورجع قعد في الشقه تاني، واخ تاني مربي فيها طيور وحاجات من كده، هل هو عليه اسم ان هو ما رجعش الشقه دي لاصحابه؟ طبعا طبعا كلكم اثمه. ما هو قال لاخواته انا مش عايز الشقه، هل هو كده يتبرأ ذمته ولا لازم يروح يقول لي صح الملاك؟ المالك يريد شقته يا اختي، يا اختي لو هي شقتكم لا تريدوها؟ لو هي عكسها نريدها طبعا. هو والدك حابب يعرف عشان يبرر ذمته من ربنا. قولي للوالد سلم الشقة يا والد للرجل، وإلا فأنت ستسأل بين يدي الله. والنبي يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أيوه انتبه. إن الله يخليك، إدعينا الله. الله يثبتنا وإياكم ويقنعنا وإياكم بالحلال الطيب. السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى. يا مصطفى أنا ابني صغير عنده يعني 10 سنين وهو بيلعب لعبة اللي هي تليفون اللي هي الببجي. لعبة الببجي، الببجي على ما أخبرت عنها مضرة. مضرة ولا فائدة فيها، فانصحه لله يترك. طيب يعني انا بنصحه وهو يعني مش ما بتلهيش عن الصلاه، يعني مش بتلهيه، هو بيحفظ قران. هي مضره وتورث ثقافه غربيه كافره. تنأى بابنك عن ان يتثقف بالثقافات الغربيه. ايوه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا رسلان، وفقك الله يا ايمان المستشار، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. أكرمكم الله في الدنيا والآخرة. يا رب وإياكم. الله يكرمك. في قول الله سبحانه وتعالى بعد حضرتك، قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني كانوا يقومون معظم الليل، هذا هو معنى الآية؟ قليلا من الليل ما ينامون. يعني كانوا ينامون قليلا. نعم نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام يا أم محمد الشاطر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جزاك الله خير يا بشير الكبيسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كان عندي مسألتين. سل. حديث في حديث إذا سألتم الله فلا تسألوه بباطن عكس. حديث ضعيف. إذا سألتم الله فلا تسألوه بظهور أيديكم ولكن ببطون أكفكم، أو العكس، كله ضعيف. لا جزاك الله خير. الحديث الثاني يا شيخ، قصدي المسألة الثانية، أنا دلوقتي طالب علم عندي 14 عام يعني، فأي نعم. ماذا قلت؟ أنا طالب علم أبلغ 14 عام، فبأي كتب الفقه تنصحني؟ الأول كتاب الله تتقنه. نعم نعم. وتكثر من القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ثم في كتاب كتب الفقه. أي واحد للمبتدئين؟ والله مش عارف، كتاب للمبتدئين اقرأ فقه السنة المحقق. جزاك الله خيرا. حياك الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ منطقكم الله بالصحة والعافية إن شاء الله. يا رب وإياك. الله يعزك. سؤالين بعد إذنك يا مولانا. تفضل. الله يعز قدرك رب. أنا كنت ربنا من علي السنة دي وحجيت، فكنت بحج، كنت سواق باص، سواق باصات. في السكن بتاعي كان بعد مسجد التنعيم بتاع السيدة عائشة. فالمفروض ان انا كده خارج مكة ولا داخل مكة لما بقى؟ لا، خارج عند بعد مسجد السيدة عائشة في طريق المدينة، خارج مكة. تمام. انا بعد ما عملت طواف الافاضة المفروض ليا طواف وداع. بحكم شغلي كنت ممكن ابقى موجود في الحرم كل يوم، يعني بروح وباجي بروح وباجي. بعرف ان المفروض ما طواف الوداع ما بيحصلش غير لما تقف بره مكة. انا كده مسجد التنعيم. يعني عملت ايه؟ يعني ماذا صنعت في طواف الوداع؟ سلام على صبرك يا استاذ عامل حاج. قلت اعمل كنت عم الشيخ بخرج عند مسجد التنعيم، ده السكن بتاعي كان هناك وكنت برجع. فهل انا لا يعني انت متى ودعت؟ اتودعت لما في المدينه. يعني وانت ذهب للمدينه طفت طواف الوداع. لكن وبعد كده رجعت لمكه تاني بحكم شغلي. لا خلاص، ما دام طفت طواف الوداع ما عليكش مشكله زخر. يعني اذا دخلت مكه بعد طواف الوداع ستدخلها كأنك زائر لها، لست من نسك الحج في شيء. تمام. هل انا بقى خروج من خلاص من قلت لك الان انت ودعت بالذهاب قبل ان تذهب للمدينه، وبعدها دخلت مكه على انك داخل ليس لحج، داخل لعمل. لا شيء عليك. طب الله يعزك مولانا. طب بعد اذنك مولانا، بالنسبه لموضوع الهدي، ماذا صنعت في الهدي؟ الهدي في هدي كان بتاع الراجح ده كان ب 600 ريال، احنا اشترينا هدي 350 كانت الناس بتبيعه بره. واديتنا سك كده واديتنا ورقه بيه. هل الهدي ناس امناء يعني سيذبحون ولا ام لصوص؟ هو ذبح ووراني الفيديو ان هو بيذبح. والله يا اخي هذا رجل طيب ملتحي، تعرفه؟ يعني عفوا الراجل اللي تعرفه دين؟ لا والله عم الشيخ احنا بنقول على الثقه، الناس اصحابنا قالت لنا ده راجل كويس وكل سنه بيدفع عنده، وانا بس انا ما اعرفوش. بس لا تقعد لمثل هذا، اجزأ عنك. اجزأ عنك، اجزأ عنك. ليس عليك اسم، لكن بعد هذا تتحرى الصالحين. الله يبارك لك يا ربنا يجزيك خير عم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا من فضلك عايز اسالك سؤال. سالي. بالنسبه للحج هذا العام كان فيه امراه كبيره في السن، لم تحرم من الطائره ولم تعمل عمره تمتع او اي عمره، وذهبت الى الفندق خائفه من الخروج. فقبل يوم عرفه بيوم قالت لي الامر ده، فانا قلت لها خلي حد يروح معاك التنعيم واعملي عمره. فانا مش عارفه هي يعني عفوا عيد السؤال، ايه موضوع المرأة؟ ما الموضوع؟ يعني احنا لما ذهبنا للحج هذا العام كان فيه امرأة كبيرة في السن. انتن ذهبتن بتأشيرات زيارة. نعم. ايوه. وحجزتن متهربات. اللهم المستعان. ايوه يعني المسألة عشان اوضح المسألة يعني. بالظبط. فبقيتي في مكة من رمضان إلى الحج؟ لا يعني رحت رمضان ورجعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الف شكر. حضرتك في مجالس علم زي اللي في مدينه التمنوت كده هنا في القاهره؟ لا ادري. لا تبع لحضرتك يعني حضرتك بتيجي هنا؟ انت من اي مكان في القاهره؟ انا من زهره مدينه نصر وباجي لحضرتك، بس مش عارف اجي اليومين دول عشان ظروف شغل يعني. خلاص كلمني غدا ان شاء الله اقول لك انا الموضوع. طيب سؤالين بس لو سمحت. ينفع في الذكر اقول الحمد لله، الله الحمد لله حق قدره، وينفع ان انا اقول اللهم اني احمدك بما حمدك به عبدك؟ شوف يا شيخ، انظر الى صيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله بها وهي افضل الصيغ. يعني انا ينفع اقول اللهم اني احمدك واكبرك واسبحك بما سبح بما ما هو لم يرد عن الصحابه هذا، لكن افعل ما فعله الرسول. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. صيغ الحمد التي في القران،
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، امر الله سبحانه. انت بقول بس ان دي يعني مثلا لا تظن انك ستاتي بخير من هدي محمد. اكيد طبعا. خلاص الزم الوارد من الكتاب والسنه. كنت فاكر ان ده باب مفتوح للاجتهاد فيه يعني. ممكن مفتوح، ما حدش يمنعك. لن يمنعك احد، لكن كل ما هنالك ان الصيغ الوارده في الكتاب والسنه افضل من المحدثات. تمام. طب بارك الله فيك يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا حبيبي محضرك. الله يسلمك. بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا كنت دخلت صلاه العشاء متاخر ركعه. دخلت صلاه العشاء متاخرا ركعه. تمام. الإمام كان قام لركعة خمسة، الناس نبهته وهو ما انتبهش، ما فهمش هم أظن. قام الإمام للركعة الخامسة فنبهه الناس فلم ينتبه وأتم. وبعد وأتم الركعة. بالنسبة لنا كده بقى، هل أنا كده أسلم لما صليت أربع ركعات؟ أنت كنت متأخرا ركعة. مظبوط. ابني على عدد ركعاتك أنت. أنت صليت أربعا صلاتك صحيح. تمام يا شيخ. الله يكرمك. وفقك الله يا سيد البعدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. وإياك، تفضل. أخ سأل حضرتك عن العمرة منذ قليل، وأنا لم أسمع الإجابة جيدا. سؤالي، هل يصح عمل عمرة للميت سواء الأب أو الأخ أو الأم بعد أداء العمرة بتاعتي يعني؟ تكرير العمرة من التنعيم أمر غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قالوا بجوازه. أما أنا فأختار هدي النبي عليه الصلاة والسلام من غير تسريب على من فعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا حبيب. فيك، تفضل. تسمعني؟ اسمعك الحمد لله. لا اسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، رجل عنده 90 سنة ليس لديه أولاد ذكور، ولده الذكر توفي، عيش مع زوجة ابنه المتوفي وأولاده، يعني يحتاج ان حد يخدمه لان هو قعيد، يحتاج ان حد يغير له الحفاضات والزوجة. يعني زوجة ابنه معه في الشقة مع اولادها. نعم. وهو يحتاج الى خدمة لكبر سنه. نعم. ان وجد رجل يخدمه فهو افضل، ان لم يوجد رجل يخدمه ولم يستطيع استئجار رجل يخدمه، الضرورات تبيح المحظورات، واتقوا الله ما استطعتم. نعم. الوضع الآن إن هو تأتي له ممرضة، لأن لا أستطيع أن أتي بممرض، لأن هو في يعني نساء في البيت فما ينفعش نجيب ممرض في البيت، فبنأتي له بممرضة وهي بتخدمه هو يعني. جزاكم الله خيرا، ما في ضرورة. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اسال على حاجه. اتفضلي. ما الحاجه؟ إيه، لو رجل اتى زوجتي إيه وبعديها الزوجه رأت حيض. رأت حيضا؟ لكن كان هذا في زمن الحيض او بعد انتهائه او قبل وجوده؟ في زمنه، بس هي ما كانتش تعرف قبلها ان الحيض اتى. ايوه، يعني في زمن الحيض ولم تتأكد، لم يظهر لها أن الحيض نزل، وعاشرها زوجها بعد كده نزل الدم، لا إثم عليهما، ما تعمدا مخالفة أمر الله، ما تعمدا مخالفة، ما تعمدا ارتكاب المحظور. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله يشهد الله انه يحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له.
عندي سؤالين يا مولانا. اسأل تفضل. أول سؤال، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هو في كل حروبه ما قتل أحدا في كل غزواته، الكلام ده صحيح؟ لا أستطيع أن أثبته الآن، والحديث يحتاج إلى مراجعة، وهو حديث ما قتل النبي غير واحد من الكفر، لكن أحتاج مراجعة السند. طب السؤال الثاني مولانا، تفضل. قوله تعالى صح كده مظبوط، في قوله تعالى يهدي الله من يشاء، هل يمكن أن الضمير في يشاء يعود على العبد؟ أي يريد؟ لا طبعا، باطل، هذا قول باطل، ينفعش يعني. أي أنت تقول يعني من شاء أن يهتدي هداه الله، من نوى أن يهتدي فالله يهتدي له الهداية. ما نستطيع، لكل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله كيف؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك في حاجات بتسوى على البخار. طيب. زي معجونات كده يعني، زي نظام جوديساوي الكلام ده، في ناس بيقول لك لا حرام عشان بتسوى على البخار. هل هذا الكلام صحيح؟ لا غلط. الذي يقول إن الطعام الذي يصنع بالبخار حرام كلامه غلط غلط غلط. حلال. الطعام حلال. طب سؤال تاني يا شيخنا. واحنا بنصلي ورا الإمام، ففي ساعات فيها أئمة كتير، في ناس كتير بتصلي تخش تقدم نفسها للصلاة تمام، وفي الحروف ونطق في الحروف في التشكيل غلط، فدي ينفع أرد عليها رد في التشكيل ولا ما ينفعش حتى لو قلت في كلمة بس؟ لا، إذا كان تشكيل يغير المعنى يلزمك الرد. يعني مثلا زي الذي ما يطلعش اللذة بتاعت الزن، لا دي كده الحروف المتقاربة يتجاوز فيها، دي جرت عادة المسلمين بذلك يتجاوز فيها مع الأولى الضبط، نلزم الضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله في نعم من الله. ربنا يديمها يا شيخنا يا رب. قال لحضرتك صحة حديث إن الله يضحك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم قانتين فيظل يضحك. سنده في ضعف، لكن إثبات الضحك لله وارد من غير طريق، منها حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار. تمام. الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء يا شيخنا كثيرة جدا. الوضوء شطر الإيمان. تمام. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا توضأ أحدكم فغسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء، مع آخر قطر الماء، إذا تمضمض خرجت خطايا فمه من الماء أو مع آخر قطر الماء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام. كثيرة جدا. دعوتك لنا يا شيخنا الله يبارك. الله يوفقنا وإياك لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة مهمة خاصة بحياتي الزوجية. تفضلي. دلوقتي أنا جزاك الله خير يا سيد الجاري، تفضلي معك. وزوجي غصب عليا إن أنا أعيش معاه هناك، طبعاً أنا رحت. فين زوجك؟ دولة أوروبية. عفواً، تقولين زوجك في دولة أوروبية؟ ويريد منك المعيشة معه هناك. بالظبط. أنا رحت مرتين بس أنا ما ارتحتش خالص في الوضع هناك ولا العيشة هناك، وخاصة إن معايا طفل
والتعليم هناك سيء جدا، ومدخلين مناهج صعبة جدا على الأطفال، تعليم المثلية وتعليم حاجات سيئة قوي، أنا ما يعني مش حباها لابني. الله يكرمك ويبارك فيكي. فأنا دلوقتي هو واقف معي على الطلاق وقال لي لو ما جيتيش هتكوني طالق بالتلاتة. والله ربنا لن يضيعك يا أختي. فأنا مش عارفة أنا كده صح ولا غلط. لا، صح وصح وصح، جزاك الله خيرا. أصل كده يعني هتضر دينك بالشكل ده. إذا ابنك سيروح المدارس وتعلم فعل قوم لوط هنالك وأنتم تقرونه على ذلك، معك حق أنك تطلب الطلاق للضرر، ضرر في الدين أكثر من الضرر في الدنيا. إن أنا ما طيعهوش في الموضوع ده، أو إن أنا والله أنت بقى قدر المفاسد والمصالح، أما الذي أنت سلكتيه أحمده لك، جزاك الله خير. لكن أنت بقى انظري إلى المفاسد المتعلقة والمصالح المترتبة، تقدريها بالنسبة لك. يعني ماذا ستصنعين بعد الطلاق؟ اضبطي وضعك. أما بالذهاب لبلاد الكفر وإدخال الأولاد مدارس تعلمون فيها فعل قوم لوط والمنكرات تحيط بنا من كل شيء، والشخص يفقد دينه يوما بعد يوم، لا أرتضيه لي ولا لإخوان الصالحين ولا أخوات الصالحين. يا شيخنا وما سافرش تاني، لأن هو خلاص هو يعتبر رمى علي اليمين وقال أنت لو ما جيتيش تكوني طالق. لا ممكن يرجع، ممكن يكفر عن يمينه. ده يعني قبل اليوم بتاع سفري، ولا ممكن بعد ما اليوم ما يعدي؟ لان انا المفروض هسافر كمان اسبوعين، وانا قلت له انا مش هقدر اجي تاني خلاص. انا ممكن يكفر عن يمينه من الان وبعد الان. نعم، من الممكن ان يكفر عن يمينه من الان او بعد الان. سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يطول لنا في عمرك. وإياكم. انتشر يا شيخنا فيديو لفضيلتكم قديم على قناة الرحمة، قلت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض المسائل وأخطأ فيها صلى الله عليه وسلم. مش بنفس التعبير كده، اجتهد في بعض المسائل فوجهه الله إلى الوجه الصحيح لتعليم أمته، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما تحرم ما أحل الله لك، صلى على المنافقين ونزلت بعد ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى لما قبل الفدية حتى يسخن في الأرض. هذه الذي قلنا بهذه الطريقة لتعليم أمته الهدي الصحيح في هذه المسائل، صلى الله عليه وسلم. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل عن ثلاث أسئلة. تفضلي سلي. السؤال الأول هو لو حد حلف على يمين مصحف، مسك المصحف وعقد النية وحلف اليمين ان هو مش هيعمل حاجة معينة عشان يمنع نفسه يعملها، كفرت يمين. بس عفوا، دي حاجة سيئة ولا حاجة حلوة؟ يعني حاجة يعني لأن عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها، لكن فليكفر عن يمين، لكن الذي رأى غيرها شرا منها لا ويجتهد في عدم العمل. لكن إن قدر يكفر عن يمينه أيضا ويستغفر الله. يعني خلاص اللي هو خلاص يعني واحد قال أقسم بالله العظيم ما أنا عمل هذه المعصية، وبعدها بدأ له أن يعمل المعصية، هل نقول له كفر وعمل المعصية؟ لا نقول له ذلك، لا نفتح له الباب. لكن إذا قدر وعملها غلب وعملها، نقول كفر واستغفر وعمل عمل صالح. هو قدر وعملها بس خلاص تاب والحمد لله من ساعتها، يكفر عن يمينه وعمل عمل صالح آخر. يعني مش منزل، لا نستطيع أن ننزل عليه فرأى غيرها خيرا منها، لأن هنا غيرها شرا منها. تمام. طب لو يعني مثلا لما بشوف
اسمع ان حد توفى حتى لو ما عرفوش، بصلي ركعتين قضاء الحاجه بنيه ان ربنا يثبته عند السؤال. لا لا ما عرفتش كده. كل لما واحد يموت تصلي ركعتين قضاء حاجه عشان كي يثبتها الله عند السؤال، صنعه لم يصنعه النبي، ادعى لها وخلاص ماشي. يا حسين بارك الله فيك، تستطيع تتابع انت معنا تحرك الاوضاع، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. نعم كيف عامل ايه؟ طيب الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب امين. كنت كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك انا محتاج عايزك في حاجه خاصه كده، قلت لي يبقى ابعت لي رساله على التليفون الخاص، وانا بعت لك رساله وحضرتك. متى ارسلت لي الرساله؟ يعني من اسبوع كده ولا حاجه. لا من اسبوع انا نسيت والله، ما اشتبع معايا، ان شاء الله اطلبك باذن الله. ابعت رساله ثانيه يعني ان شاء لا الله. لا بأس، لا بأس ان شاء الله، وانا اعتذر. ربنا يبارك في عمرك. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل. دلوقتي يا شيخنا انا واصحابي تمام ما بنلاقيش حته نتجمع فيها، يعني احنا ما بنيجي مثلا نتجمع بعد صلاه العشاء بنقعد في الجامع شويه، الجامع كده كده بيتقفل تمام، فاحنا بنضطر ان احنا نروح القهوه، بس بناخد جنب كده على يعني بناخد بنقعد على حته على جنب كده، ومالناش دعوه طبعا، بس بيبقى في ناس جنبنا بتلعب طبعا دومنا، بتلعب لعبه الزهر دي للطاوله، طبعا اللي بيشرب سجاير بيشرب اللي بس بيكونوا جنبنا. ماذا مجلس سيء، مجلس سيء، ابتعد عنه لوجه الله ولا تجالس هؤلاء. يا حسين واحد يقول البث يقطع، اسمه تامر العزازي، فانتظرنا كده نشوف هل المتابعون نفس قطع ثانية. الله يكرمك يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كنت ولدت وكنت شلت الرحم في الولاده، فانا كنت بدور بحثت قبل الولاده يعني ان هو ينفع يجوز لي يعني. الحمد لله. نعم. يعني ان انا كده باستشفاء يجوز لي الصلاه يعني. يعني هل في دم ينزل؟ اي حاجات، بس هو مش شكله دم صريح يعني. قالوا لي يمكن تكون العمليه. إذا كان دم جرح لا بأس اغتسل وصلي. بارك الله فيك. ما دام ما فيش واحد إذا كان دم جرح اغتسل وصلي، الله يكرمك. عبد الرحمن يقول بس جيد الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ هاني. الحمد لله يا حسن، كل التعليقات تقول بس جيد اليوم. الأخت شيماء سعد تقول ذلك، والأخ حسين بن عبد الصبور جزاهم الله خير. عبد الله الحربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا المبارك. اتفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله في نعم من الله. أطال الله. اسأل الله أن يعنه وياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. أطال الله في عمرك. يا رب افتعت الله جميعا يا رب. اللهم آمين. اتفضل. أنا أريد، أنا شيخ حلواني أعمل خارج الشغل الحر، وأريد أن أدخل في مجال السياحة. يعني شيف حلواني تريد أن تنتقل للسياحة ولا تعمل حلواني في السياحة؟ لا أريد أن أنتقل للسياحة، مع العلم يا شيخنا يعني كيف يعني عفوا ما السياحة التي تريد الانتقال إليها؟ العمل في الفنادق يا شيخ، مع العلم أني ليس لي تعامل مع الأجانب، شغلي عملي داخل المطبخ. فنادق في شرم الشيخ يعني ولا فين؟ الله في الغردقة يا شيخ. في الغردقة يا شيخ. في الغردقة، مع اني ملتحي فيلزموني ان احلق اللحية طبعا، والناحية الثانية يا شيخ اني لي نسبة من الراتب، يعني راتبي مش مش نسبة الراتب مش مشكلة عندنا كبيرة قد. هل دينك سيتأثر وينزل ام لا؟ هذا يا شيخ. لا, لا 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 ارى اني حيتأثر، انا بعيد، انا سوف ادخل المطبخ انهي العمل اللي عليا، بس المرتب بتاعي لو 1000 ثابت
ليا نسبة على حسب. مش أنا لا أدق المصاريف يعني ممكن لو أنت مشتبه في جزء من الراتب صدق، لكن أنا أتكلم إجمالا. إن كنت ترى أن دينك سيضعف حافظ على دينك وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا شيخ والله من ضائقة الحال الواحد سوف يلتجئ إلى العمل. والله يا أخي أنا شوف شوف أنا نصبر على الدنيا ولا نصبر على ضياع الدين. لا 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 ديني لا يتأثر. أنا ليس أعمل مع بس في ليس لي ليس للعمل أثر على ديني. مش أنت طالب حلق اللحية أولا مش مطلوب الأول حلق اللحية ثانيا هذا الفندق أليس فيه أشياء منكرة شديدة أنت حتى يعني لا أراها. لا لا أراها أنا لا أراها. خلاص أنا أجبتك إجمالا. السلام عليكم. يا رب يا رب أجبناه بالذي علمتنا إياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا المبارك. الله يكرمك. شيخ مصطفى أنا كان عندي سؤال بس. سأل. حكم التصوير الفيديو وتصوير الصور يعني للذكرى أو شيء كذا أو نشر طلب العلم أو نشر الدروس يعني. شوف لا تفعل إلا لحاجة. إذا كان في منفعة افعل الله يكرمك. نعم يعني مثلا أنا دلوقتي عايز أعمل أصور صورة عشان أنزلها على الفيس بحيث أنه يبقى كتعريف ليا يجوز؟ والله احنا شايفين الصور كلها هنا لا اريد ان انهاكم عنه. يعني هل المطلق الحرمه هي حرام لغير منفعه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حضرتك يا شيخ مصطفى انا عندي 10 سنوات انا كنت وعدت ربنا ان انا اصلي يعني ان انا ابدا صلاه يعني وفعلا يعني صليت كده بس ساعات بنسى وما بصليش وكده فهل علي عذر او ربنا ممكن عقاب يعني من ربنا؟ انت لم تبلغين اجتهدي بس حافظي على حافظي على الصلاة حتى إذا بلغت تكون سهل عليك. يا الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. نعم مصطفى لو سمحت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. احنا انا متجوزة في بيت عيلة ومعايا سلاي في 2 متجوزين برضو بس احنا يعني بناكل كلنا مع بعض مع حماتي تحت يعني حماية متوفي بيبقى طول اليوم بناكل مع بعض وبنطلع على النوم يعني بناكل ونشرب مع بعض. في سؤال تفضل. تاكلين مع بعض النساء مع بعضهن او الرجال معكن؟ لا الرجال معانا وبناكل يعني هم يعني احنا بنحسبهم اخواتنا وهم برضو. لا 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 كلام في غاية من الخطأ. خطأ. طب احنا نعمل ايه يعني احنا حتى انفصلنا يا نساء مع بعضكن والرجال ياكلوا مع بعضهم والاحسن كل واحد ياكل في بيته استر عليك ما عشان حماية يعني حماتنا بس هي لوحدها يعني كل ما حماتك ما فيش مشكلة كل النساء مع بعض لكن انت تظني انك ستسلمي من نظرة الحما اخو الزوج والله ما تسلمي لا انت تسلمي من النظر اليه ولا هو يسلم من النظر اليك. الشيطان يا بنت الحلال يلعب كثيرا النبي قال حم الموت هذا ليس بمحرم لك. تمام انت مشكله كده هيشوفك احسن من زوجته مثلا. احنا منتقبات يعني منتقبات كلام انت جالسه تتكلمي واسلوب ناعم وتتكلم هيسد في زوجتي او العكس. سلفتك زي ما بقولهم اسلوبها ناعم واسلوبها طيب ودلوعه وتتعمد الدلع هتفتن زوجك. حافظ على نفسك. جزاك الله خيرا. معلش يا حضرة الشيخ بس سؤال كمان. هو ابني بحفظه القران يعني فكنت عايزه اعرف هل يعني هو لسه عنده 6 سنين
فهل العقاب لي مثلا بالضرب او كده؟ لا رفيقي، عشان انا شايف يعني لا 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 رفيقي رفيقي لا تضريبي، بالرفق بالرفق بالرفق. عشان بس بخاف ان هو يعني لو ضرب في اي ماده ثانيه ماشي، انما القران مش عايزه يعني من الناحيه دي، من الناحيه لا لا تضربي لا تضربيه ست سنوات رفيقي. انت كبيره اذا اختبرناك ترسبي في الحفظ هنضربك. لا لا جزاك الله يكمل. خلاص انتهوا. ها طب. طيب السلام عليكم. يجي تفضل اذا كان خلص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. هل يمكنك ان تسألني بجزء ياسين فقط؟ انت سارة؟ نعم. ويعني الصفات وكل الجزء؟ الصفات وياسين وصال. الصفات وياسين وصال. أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم حسبكِ حسبكِ وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. حسبك ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فصفق مسحا بالثوب والأعناق. حسبك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. حسبك يا سارة جزاك الله كل خير. قل لأمك تعوذك ويحفظك ربي وأبوك يدفع لك. أبوك معه فلوس كثير يدفع 150، ما معذور وما معهش فلوس كثير يقبل 100. خلاص 100 ريال أنت في السعودية. نعم. خلاص جزاك الله خير. وخلي أمك ترقيك رقية جيدة وان ترقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله احد، وان شاء الله انت على خير كثير، خيركم من تعلم القران وعلمه. بارك الله فيك يا ساره. في سنه كم في المدارس يا ساره؟ السنه سته ابتدائي. سته ولا ثالثه؟ ثالثه. واحد اثنين ثلاثه؟ نعم. ولا اربعه خمسه سته؟ لا واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه، بارك الله فيك. نفع الله بك. الله يا رب وإياك. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا إذا أخذت رقم الشيخ مصطفى العدوي. معك أخوك مصطفى العدوي. كيف حالك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الله يجزاك خير، والله إنا نحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجزاه خير، والله كان عندي سؤال لو في امكانيه. سأل في امكانيه ان شاء الله. الله يجزاه خير.
لو انا متعود ادفع الزكاة المال مثلا يوم يعني في واحد شعبان من كل سنة. طيب. مثلا صار من فترة طويلة ومتعود كل سنة ادفع في واحد شعبان. طيب. فبعد ما دفعت في واحد شعبان عدى ست شهور، بعد ست شهور دي اشتريت بيت بكل المبلغ اللي عندي اول على اخر اشتريت به بيت. قبل حلول الحول على المال. نعم. ايوه. فهل الفترة الخمس شهور او الست شهور دول بندفع عليهم زكاة ولا ننتظر لما نبيع البيت؟ لان البيت اصلا انت عفوا انت اتيت بهذا البيت للتجارة او للسكنة؟ اي نعم للتجارة. للتجارة، اذا تنتظر لما يجي واحد شعبان القادم وتزكى على المال. ايوه جزاك الله كل خير، بارك الله فيك وحفظك الله. حياك حياك. بدل ما كان مال سائل تحول لسلعه، والسلعه لها جرى ايضا انها للتجاره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير. اسال النبي ممكن فضيلتك؟ نعم. سؤال فضيلتك ممكن؟ سأل تفضل. تفضل. حضرتك انا لي ميراث مع اخوة والمشكلة واقفة على شو عايز يحل يعني. لو انا عملت حيلة عشان اخذ حقي اتمسك بحاجة مش بتاعتي عشان احل. اذا كانت حيلة فيها ضرر باحد غير هذا يعني استرداد حقك لا بأس به. لا حيلة في حقي. ايوه استرداد الحق لا بأس. بس استرداد حقي فقط لا غير. لا بأس. مرحبا افضل الشيخ طلعت، حفظك الله افضل الشيخ طلعت. عرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. نحن نحبك في الله ونتمنى لقاءك والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. بعد إذن فضلتك. تفضل. إذا فاتني صلاة المغرب وجاء وقت العشاء والعشاء أذنت، فهل يجوز أن أصلي المغرب بين الأذان والإقامة؟ نعم يجوز. اللي هي قبل إقامة الصلاة. يجوز. بارك الله فيك. أشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أخبار حضرتك شيخ؟ طيب ولله الحمد. تفضل. كنت سألت حضرتك قبل كده اللي هو السؤال، محتوى تعليمي على نت مدفوع الأجر، واحد صاحبي ادالي المحتوى ده وكورس لسه معايا، يعني أبدأ فيه ولا لا؟ ما ابدأ فيه، لكن أنا أسأل هو بس هل كان المدرس أو الأستاذ عند التعاقد حضر عليه أن يخرجه الأحد أم لا؟ ما يبعتش حد، هو اشترط كده. اشترط، المؤمن عند شروطه. رامي حمادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد. الحمد لله وشكر لله. شيخ مصطفى لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك كم سؤال بعد اذنك. تفضل. السؤال الاولاني بخصوص الوزن او البورصة. ايوه. هل ده ليه يعني فلسه او ليه علاقه بحاجه زي السحر او الحسد لما يبقى موجود فيه؟ لا 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 مش دخل بالسحر. لا لا، حشره، والنبي امر بقتلها وكانت تنفخ النار على ابراهيم، كل الدواب تطفئ وهي تنفخ النار كي تتأجج على الخليل ابراهيم، كذا ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب جزاك الله خير. في سؤال ثاني بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي لو انا بصلي مثلا صلاه مفروضه او فريضه، تمام، بس بصليها فرض، تمام، لوحدي، وانا في نص الصلاه مثلا بس في المصلى بتاع الشغل، يعني جه حد ورشح لي زي امام كده بس انا في نص الصلاه، تمام، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يعني رشحك امام ايه؟ يعني قال لك تقدم، يعني قدمني امام وقف جنب مني فانت داخل الصلاه وانا جوه الصلاه. كنت تصلي منفردا؟ بصلي لوحدي. كنت تصلي منفردا فجاء شخص ائتم بك. ايوه والله. لا باس لا باس.
مفيش مشكله من ده؟ لا ان شاء الله مش مشكله. ولو انا مثلا بصلي في المغرب ولا حاجه وكنت بصلي صلاه الريه كان بقى خلاص واحد يصلي منفردا جاء اخر ائتم به. لا اشكال. ابن عباس ائتم برسول الله في صلاه الليل صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، زي فضيلتك؟ الحمد لله الحمد لله. حكم الدين في رجل، الحكم في رجل، أما حكم الدين قد نصيب وقد نخطئ فلا ننسب إلى الدين ليس منه، ما الحكم في كذا؟ نبدي اجتهادنا، قد نصيب وقد نخطئ. المستعان. الحكم في رجل شوه سمعة امرأة ليأخذها لنفسه وقد حصل، أفسد بينها وبين خطيبها بعد كده تزوجها. أفسد بينها وبين شوه سمعتها بالكامل. عاقد كان، عاقد للخطيب عاقد ولا كان؟ لا خطوبة. طب ده حرام طبعا، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أي وجه الزواج دي حلال ولا حرام؟ الزواج صحيح لكن يتحمل إثم الإفساد. مذنب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك وما يحرمنا من لقياك يا رب. وياك تفضل. عندي سؤال لو سمحت. سلم. أنا أعمل في أحد الدول بالخارج وعندي مبلغ من المال متوفر، لكن المبلغ بالعملة الأجنبية. أيوه. ولا أعلم هل حال عليه حول الزكاة أم لا. فكيف أحدد القيمة التي أخرج عليها الزكاة؟ 2.5% معك 1000 دولار، أخذ 25 دولار. جزاك الله خير نسيب. وياك. ولك يا أخي محمد بدوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخي على ما تقدمه يعني. وياك تفضل. دلوقتي يا شيخ كنت عايز اسالك بس سؤال بعد اذنك. تفضل. لو واحد كذب من اجل ان ياخذ حقه يعني. والله يا اخي الكذب مكتوب في ميزان السيئات، لكن يعني هو احد سالني يعني هل الكذب في هذه الحاله يجوز؟ قلت له يعني أظن يجوز يعني على ما سمعته من فتوى. إذا كان هذا الحق خفيف فلا تكذب وتضيع دينك من أجل شيء يسير. هو في أرض يعني أرض ستغتصب أو يعني أرض ستغتصب، فقلت له أظن يجوز. إذا كان فوق الطاقة أخف المفسدتين، هل الكذب أو استرداد الحق؟ ضياع الحق مفسدة والكذب مفسدة، فأي المفسدتين عظمت ابتعد عنها وذهب للأخرى. يعني على حسب، إذا كان الحق صغير أنا أحافظ على ديني ولا أكذب، إذا كان الحق سيضيعه سيضر بي وبذريتي وبإمكاني إذا يعني قلت غير الحق لكن سأخذ حقي فقط، سأخذ حقي فقط، جوز هذا بعض العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الرجل الخفيف عند الخروج من منزل يا شيخ؟ وضع ايه؟ الرجل الخفيف عند الخروج من منزل. الرجل الخفيف رجل ولا امرأة؟ امرأة أكيد يعني. امرأة يعني وجهها مكشوف؟ اه وجهها مكشوف. طب ما ده تفتن الناس، لا يجوز. الرجل الخفيف ده مشكلة، الرجل الخفيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. لعلك بخير. كنت عايز اسأل حضرتك في مسألة صلاة الجمعة يا شيخنا، مثلا في ازدحام المساجد، يعني احنا مثلا منطقة صغيرة خالص وفيها 3 مساجد. عفوا، ماذا قلت في صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة هل تصح مثلا ان احنا منطقة صغيرة خالص، يعني حي صغير خالص وفي 3 مساجد، كل مسجد بينهم ما فيش 100 متر. الصلاة تصح، ولكن الأولى في الجمعة تجميع المسلمين في مسجد كبير واحد. طب أنا أعمل إيه؟ الصلاة صحيحة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي عن التجارة الإلكترونية، التسويق بالعمولة، وهذا يتطلب مني عرض المنتج مضاف إليه الربح، ولكن أنا باخد المال من العميل الأول علشان بس أقدر أطلبه المنتج اللي هو محتاجه، فما الحكم؟ تبين للعميل انك وسيطة. ايوه العميل عارف ان انا وسيطة، بس انا يعني انا ببيع الحاجة اللي انا مش ممتلكاها. لا ما هو بيع الوسيط لا يمتلك السلعة. ايوه نعم. مش مشكلة. السؤال اخر يا شيخ. بس انت اذا ما جاتش السلعة ترد له فلوسه. ايوه برد له فلوسه لو ما جاتش ليه. او جات خلاف المواصفات. نعم بياخد فلوسه مرة تانية. ماشي تفضلي. سؤال اخر. رجل بيجمع التبرعات لمساعدة الناس ولكن عن طريق محفظة إلكترونية، ممكن حد يغلط فبدل ما يبعت فلوس على المحفظة بيبعت رصيد، بيشحن رصيد، صاحب المحفظة دي ما بيقدرش ان هو في كل مرة حد يشحن له رصيد يدفع الفلوس مكان الرصيد اللي اتشحن له، ولا يقدر انه يرجع الرصيد لصاحب الرقم عشان هو ما يعرفش مين صاحب الرقم ده. يعني هل يجوز هو يستخدم الرصيد ده ولا ايه حكمه؟ لا ما استطعتش تصدق به؟ ما هو مش في مقدرته ان هو يدفع مكان الشحن، يعني هو شحن له مثلا 100 جنيه فهو مش هيقدر انه يدفع من جيبه 100 جنيه. هو كده هيشحن ولو بعد حين؟ نعم؟ كده على اي حال سيشحن ولو بعد حين؟ ايوه هيشحن بس مش ب 100 جنيه. يعني هيشحن ولو تدريجيا هيشحن ب 100 جنيه ولا لا؟ هيشحن. خلاص كل ما يجي موعد الشحن ب 50 يخرج ال 50. نعم. حبك الله يا محمد زكريا. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا ازي حضرتك؟ الله يخليك لكم. الحمد لله. اخ صافي الله يغفر لك. تفضل. معلش سؤالين بس في الصلاة معلش يا استاذنك. هو هذا إمام دخل الصلاة وبعد ما سلم تذكر أنه هو لم يكن على وضوء، هل يخرج من الصلاة ويستخلف غيره؟ تمام. اللي فات من الصلاة سواء هو فات ركعة أو اثنين أو ثلاثة أو بعد التسليم، صلاتهم صحيحة وصلاته هو الباطلة، يذهب ويكمل صلاته وما يتوضأ ويأتي يكمل صلاته ينشئ صلاة من جديد. هو صلاته من جديد المأمومين صلاتهم صحيحة من هو يكملوا خلفه. نعم نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخنا معلش، رجل يعتقد بان قراءه الفاتحه سواء في الصلاه الجهريه او الصلاه السريه اللي هي ركن طبعا. نعم. طيب قراءه الفاتحه ركن في الصلاه. قراءه الفاتحه ركن في الصلاه وبعد؟ اللي هو له مأموم يعني له امام عفوا له امام وبعد، وهو يعتقد بانه لابد ان يقرا الفاتحه، المأمون لابد يقرأ الفاتحة، هو يأخذ بهذا الحكم يعني. تمام؟ فدلوقتي هو دخل في الركعة ولم يقرأ الفاتحة، دي تحسب له ركعة؟ أنا أقول لك تحسب له ركعة، لكن هو متنطع ويقول لا آخذ برأي الآخر ويريد أن يأتي بركعة زائدة. تمام. لا يسلم مع إمامه. أدرك الإمام راكعا يركع ومحسوب ركعة. وإذا كان هو بياخذ بالعقل يا أخي لا تحرقني ما تحرقش. لا يا أخي لا يزيد في الصلاة يا أخي لا يزيد في الصلاة. أبو بكر أدرك النبي ركعا ركع معه ولم يأمره النبي بالتزام بركعة جديدة. اللمبة فيها ودا يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا أنا عندي شركة ومحتاج أسحب ليها كذا سيارة للشغل. تمام. فأنا حاولت أقدم على قرض إسلامي عن طريق أحد البنوك الموجودة. ما عندهم قروض إسلامية. عندهم قروض إسلامية؟ ما عندهم قرض إسلامي ولا يقرضون أحد أبدا لوجه الله. أنت تعرف البنك يقرض أحد لوجه الله. ولا بنك اسلامي ولا بنك. هو اللي الطريقه انه انا هشتري مثلا بمبلغ القرض حديد واوكله
ان هو يبيع يا اخي حيله يا اخي يا اخي حيله تمام السلام عليكم هذا الحيل اللي طلع جديد في السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما حكم تاخير الانجاب بسبب عناد الزوجه نعم حكم تاخر الانجاب بسبب عناد الزوجه حكم تأخر الإنجاب بسبب عناد الزوجة هي تريد أن تنجب هي تلح علي بالإنجاب وأنا أرفض ذلك بسبب عنادها في أمور الحياة وكده طب يا أخي خلف يا أخي إن شاء الله لما ربنا يرزقها بولدها تعقل إن شاء الله بإذن الله يعني وأنت بتظلم نفسك أصلا أيضا ما كلك ذرية أحسن من يكون بدون ذرية إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له اخاف على الذريه ان انا اتحاسب عليها بسبب عناد الزوجه او يا اخي عنادها من كل زوجاتها عناديه يعني بتصلي ولا تصليش هذه المراه؟ بتصلي متبرجه ولا عفيفه؟ لا عفيفه عفيفه تحمل تعرف نظافه البيت ونشيطه وتطبخ وتغسل وتوضب الدنيا ولا لا؟ اه خلاص توكل على الله يصبر على لسانها شويه يعني لو حصل اي حاجه في الذريه انا لا احاسب امام الله بسبب ذلك؟ لا ان شاء الله انجب يا اخي بسرعه خلص شغلك الله يسلمك الله يهديك بس السلام عليكم ورحمه الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وخبر زهرك عامل ايه طيب والحمد لله والله انا محبك لله حبك الله الذي احببتنا فيه ادعينا شيخ الله يهدينا شيخ الله يهدينا واياك والسامعين والسامعات واصلحنا جميعا يا رب اللهم امين ربنا يكرمك عندي سؤالين يا شيخ بالله عليك اتفضل لكن في ورث ميراث يعني والدي الله يرحمه سابه ورا كان في ميراث 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 لوالدي الله يرحمه ايوه كان عباره عن اربع شقق في ثلاث شقق منهم كانوا موجودين فعلا وفي شقه منهم كنا هناخدها من عمامنا بعد حوالي ست شهور ولا حاجه طيب فبعد ما والدي توفى قعدنا قسمنا فاتفقنا ان كل واحد هياخد مننا شقة وهتتقدر الشقة اللي هي على خدها بعد ست شهور ديت اخويا واختي اتفقوا ان هما واحد منهم هياخد الشقة الثالثة وواحد هياخد الشقة اللي هتيجي بس لسه لما يشوفوها هيقرروا مين اللي هياخد انهي فيهم يعني. طيب. تمام؟ يعني عدد انفصل وخد ميراثه والباقي علق الميراث الى ان تاتي الشقة الجديدة. الشقة اللي فاضلة. أيوة. الاثنين التجديد تعلقهم اختي واخويا تعلقهم لغايه ما تيجي الشقه الجديده يشوفوا الاكبر منهم الولد ياخدها والاصغر البنت تاخدها. ماشي. فلما جت الشقه الجديده ديت كنت انا خلاص خدت الشقه اللي هي من نصيبي وسكنت فيها ووطبتها وسكنت فيها والشقه الثانيه دي جت فاختي ما رضتش تاخدها لانها ما عجبتهاش وهي اصغر من الشقه الثانيه. فاخويا قال لا انا مش هينفع اخدها لان دي صغيره وانا من حقي اخد الشقه الثانيه الاكبر يعني. فاختي رفضت تاخدها وفضلت واتمسكت ان هي تاخد الشقه الكبيره. فهل انا عليا ذنب في الموضوع دوت؟ لا انت ما عليك اي ذنب الان انت تقول قسمتم التركه ومجموعه من الورثه استلمت والثانيه الولد والبنت رضيا رضي بأن يستلم الشقتين التي عند عمهما ايوه وبعد ذلك يقسمان فيما بينهم انت خارج القصه انت خارج الموضوع تمام يعني لو اختي ما رضتش تستلم انا ما ماليش ذنب انت مالكش في الموضوع ليس لك في الموضوع الساعه كم يا حسن بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق
اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربي اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وسلمهم من كل مكروه وسوء، وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. أخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.